تتابعون برنامج كورة مع تركي العجم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم اليوم الذي نناقش في أحداث الكرة السعودية للربع الأول. بحضور الأمير عبد العزيز الفيصل، الأخضر يرفع استعداده في معسكر الرياض. المنتخب الأولمبي يواصل تأهبه لطوكيو. الأخضر بقيادة رينارد، طموحات تتخطى القارة. المنافسة على الدوري الأغلى، ملامح تتجلى بعد 4 جولات. استقرار فني وإدارات الأندية ترفض الضغوطات. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية نرحب بضيوفنا الكرام معنا في الاستديو، أحمد مصبيح، أبو تركي، أهلا وسهلا فيك. الله يحييك بوجود، بس تسمح لي دقيقة، اسمح لك 5 دقائق أجيب على سؤال كثير يقول وش سر ابتسامة تركي العجمة في بداية كل حلقة من سنين طويلة. لقيت فرصة، عاد أنا أحب المحاضرات، تعرف الواحد صار عاطل يقدر الدربة. فقلت يا جماعة الابتسام في وجه خيخ صدقة، فما بالك لما تواجه ملايين برنامج جماهير زي برنامج كورة ويجي المقدم بابتسامة، لا ضيوف ينتشون، اللي جاي تحت ضغوط يبتسم يتفائل. فلذلك يعني على عكس ما نراه في البعض للأسف، هذه دعوة للجميع، ابتسموا، تركب مصعد في دائرة حكومية في شركة تجي مبتسم منتشي الصف، السلام عليكم، يلا يرد عليك الحين كمامات كنا لابس كمام، كنا بيطفي حريق، طيب لابس كمام ابتسم. فأنا أقول يا جماعة الابتسامة، رحم الله صاحب أجمل ابتسامة سلطان بن عبد العزيز، الأمير سلطان بن عبد العزيز، هذا اللي في عز مرضه، والله أتذكره في عز مرضه يبتسم. فيا جماعة الواحد فما بالك إنه بعافية وبخير ودائم كشر، أحمد ربكم على العافية وابتسموا. أخذتم وقتكم بس لعلها موعظة حسنة إن شاء الله. مدحني يقعد 5 دقائق. فابتسامة ما جبتوا أجري على وسهلا. يا هلا والله، ابتسم هدي أعصابك. ها أقول من جور السعيد يسعد، حاطيني بجنب معلمي وأستاذي وحبيبي الله يطول أبو تركي. لا تصيح تكفى، صراحة يتيم أنا ما تكفى. اليوم شكلها حلقة طقطقة. عيد الثقيل، أهلا وسهلا فيك. كرخيت محمد يمدحني على الأقل، شكله ماشي بالدور. أبو فيصل أنا مرحبا فيك. أهلا والله، حياك الله. أبو حنين أهلا وسهلا فيك. أهلا والله. اليوم عندنا الحلقة الرباعية اللي دائما احنا نناقش فيها عدد من المواضيع. اليوم عندنا 3 مواضيع مهمة كلها تستحق النقاش، لكن راح نبدأ بالمحور الأول اللي هو بعد الجولة 4 من دوري الأمير محمد بن سلمان، هل بانت أي ملامح للمتنافسين على اللقب أم لا؟ التقرير التالي يتكلم عن هذا الموضوع. انتهت مباريات الجولة 4 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبدأت ملامح التغيير تتضح على جدول الترتيب بعد أن كانت النقاط متقاربة في المراحل 3 الأولى. وبالرغم من أننا لازلنا في بداية الدوري، إلا أن جزءا من ملامح المنافسة بدأت تظهر بوادره مبكرا، وبدأت تظهر نتائج عمل إدارات الأندية من خلال ما تم حصده من نقاط في ال4 مباريات الماضية. ويمكن تقسيم أو تصنيف فرق الدوري لعدة مستويات، ولكن لا يمكن الجزم بما سيحدث مستقبلا حول هذه التصنيفات أو التقسيمات، لكننا اعتدنا أن نجد أندية دائما في موقع المنافسة دون أخرى، لأن عملها تراكمي منذ سنوات طويلة. إذن فلا غرابة أن نضع الهلال كأحد الفرق المرشحة للدخول بقوة على المنافسة على اللقب، ويشاركه الشباب الذي يتقاسم معه الصدارة حاليا ب10 نقاط، والذي يبدو أن عمل إدارته قد ظهرت نتائجه سريعا.
ويأتي أيضا النادي الأهلي كأحد الأندية التي قد تنافس، لكن هذا الفريق لا يمكن التنبؤ بما سيفعل، فتارة تجده يقدم أرقى المستويات ويحقق أفضل النتائج فتصدر حكما مبكرا تخونه، أو بمعنى آخر تخذله النتيجة في المباريات التالية. أندية الفتح والفيصلي بدأت جيداً وقدمت مستويات ونتائج أكثر من رائعة، لكن قد لا يكون هدفها متوجهاً للمنافسة على اللقب، بل قد يكون الهدف هو الوصول لمركز يتيح لها المشاركة في البطولات الخارجية، إضافة إلى أن هذه الفرق سيكون لها تأثيراً كبيراً في تحديد ملامح المنافسة من خلال تألقها عند مواجهة أندية الصدارة. والحال نفسه ينطبق على أندية الرائد والاتحاد والاتفاق والتعاون التي قد تمارس نفس الدور. ورغم أنه بدأ بالتعثر في 3 مباريات متتالية، إلا أن الكثير من المتابعين يرى أن النصر أحد المرشحين للدخول في معمعة المنافسة على اللقب، لما يملكه من إمكانيات كبيرة بتواجد أسماء قادرة على حمل الفريق ووضعه في المكان اللائق به، ويرون أن الدوري لازال في بدايته وسيعود النصر لموقعه الطبيعي خلال الفترة القادمة. فهل من الممكن أن تتغير الكثير من التوقعات في مراكز الصدارة؟ وهل نرى أندية لم نكن نتوقع منافستها في مراتب أعلى؟ طيب، 4 جولات، هل بانت ملامح، ما راح اقول البطل، لكن الأندية اللي حتنافس في الدوري، خصوصا اذا شفنا مثلا الهلال طبيعي جدا، الشباب عمل فترة انتقالات ممتازة، الأهلي لا زال بينه وبين المتصدر فرق نقطة واحدة بعد 4 جولات، بس في فرق كانت يعني في المتوقع منها أداء أفضل في المؤخرة، في النصر والوحدة تحديدا اللي كان قدم الموسم الماضي مستوى مميز. هل هذا الشكل على الأقل للدوري ممكن أن يصمد على الأقل 80% من وقت الدوري؟ أبدأ معك أبو تركي. بسم الله. لا طبعا، مع كامل تقدير واحترامي يعني المتصدرين أو الموجودين في الفرق المقدمة، أستثني الهلال، يعني الهلال فريق تمرس وتعود ومستقر فنيا، كل واحد يعني تجعل النقاد انه هنا في دائره المنافسه، دائره منافسه. لكن ان يبقى الاسب بعيدا عن الاسماء، لا. انا طبعا ولو اقول يعني مجامل ولا يعني محايد، ما له طعم التنافس والنصر بعيد. النصر على ظروفه حصل 3 نقاط، بعد توقف الدوري حيرجع النصر وحترجع جزء من الاثاره المفقوده. النصر اذا اكتمل صفوفه هيرجع. انت تشوف النصر بيطلع من الدائره هذه وبيدخل دائره المنافسه، يعني بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبعد الله وشفاء المصابين. طبعا النصر اذا اكتمل النصر من الصعب انه يا اول يا ثاني، ما هو مجاهده، واقع صحيح انه يرفع ضغط النصر، لكن هذا واقع. طيب الشباب والاهلي، الاهلي للاسف ما يراهن عليه، فريق يملك كل المقومات لكن خذل حتى جمهوره، يعني تجده في مباراة ومباراة يعني ترمتر، لكنه ما راح يتعدى 4 المقدمة. يبقى في المنافسة الأهلي ولا ما يبقى؟ إلا يبقى والكلمة بعد الله بيد اللاعبين. الأهلي عنده لاعبين، لكن أقصد الفرق الثانية اللي الآن موجودة، حتى الشباب اللي يقول عاد المنافسة. شوف أنا أعشق الشباب وأتمنى وجوده، لكن لا زال ما يمكن تحكم عليه من 4-5-6 جولات. إذا جاء الوقت الجد هيبان. الشباب عنده اللاعبين الأساسيين في الميدان، إيه، لكن البديل البنش هل عنده اللاعب القادر على أنه يوصل الأول ثاني؟ الشباب ما راح يعني حيكون من 5 الأوائل، نقول ما نقول 4. مش نظرة متشائمة دي تجاه الشباب؟ لا مو متشائمة، أنا رجل واقعي وأحكم على الشيء اللي أشوفه من طباع من خبرة، لكن ربما الناس الفنيين يشوفون شيء أنا ما أشوفه. لكن واقع الشباب حتى القريبين من الناس الواقعيين، الشباب يحتاج يا أخي، يكفي أنه ما عنده رأس حربة
وأساس كرة القدم المنهي الهجمة. الشباب يفتقد رأس الحربة إلا إذا أعطي الحمدان، والحمدان حتى يختلف عليه إذا لعب أساسي يختلف عليه، لكن لأنه لعب وأدى في خمس دقائق قالوا والله هذا ظلتنا الحمدان. أي جمهور عاطفيين، الشباب يحتاج إلى منهي هجمة في مستوى قوميز والسومة وحمد الله اللي بيجيب. يقول انا ديوب يقول انا زيهم امس، الله يوفق. يقول انا زيهم طبعا من اي حق لاي لاعب، الثقه بالنفس مطلوبه وربما عنده، لكن واضح الكتاب من عنوانه. بس يعني حتى موضوع راس الحربه في الشباب، دائما احنا عندنا مثال اللي هو حمد الله، لم يبدا في تاريخ الدوري السعودي على الاقل فيما اعلم انا راس حربه بدايه سيئه كما بدا حمد الله مع النصر. صحيح صحيح. ولم يحصد إعجاب جماهير في فترة قصيرة كرأس حربة كما فعل حمد الله في فترة بسيطة، هو الدور الثاني استحوذ على العواطف في المدرج. إيش اللي يمنع أنه رأس حربة الشباب يكون نفس الشيء؟ يقول لك أنا تونا أربع جولات خلنا نأخذ على الجو، إيش اللي يمنع أنت يعني؟ لا أنا طبعا أنا ما أقرأ المستقبل، لكن الكتاب واضح من عنوانه لا يصير حمد الله. حمد الله كانوا في ناس الطالب بالفترة الشتوية يعني يعني اللي أنقذ حمد الله، تذكر أنت يا أبو تركي اللي أنقذ حمد الله وخلاه شوي الناس تفكر فيه مباراة الديربي، وبعدها كان مباراة الظهر الرائع. أنا سجل سوبر وصلت المرحلة، بس دقيقة بس، وصلت المرحلة إيه؟ إلى إيش؟ إنه اثنين يعني بغض النظر تختلف ولا تتفق معهم، أنا أعتبرهم من الأسماء الكبيرة في الإعلام. أوكي. وصلت المرحلة إلى أنهم في لقاء فضائي يقولون، يوجهون رسالة للسويلم، يقولون يا سعود السويلم انقذ نفسك خلال فترة الانتقالات المقبلة وتخلى عن حمد الله. إيش اللي يمنع أن يكون ديوب؟ هو ديوب اسمه؟ إيه ديوب. ديوب حمد الله تكلموا عنه في بداية مع النصر، ديوب كمل مع الشباب يعني لعب مباريات كثيرة. ديوب لا يقار حمد الله، مختلف. حمد الله لاعب مختلف، هداف من النادر تكراره. حمد الله لاعب مختلف. انا ماني متشائم، بس انا اقول الشباب الفريق الكبير الفريق صاحب السجل الذهبي يحتاج الى راس حربه في مستوى حمد الله وقوميز والسومة، غير ديوب. ما ديوب الله يوفقه يستر عليه. لكن نتكلم بشكل عام، خلاصه الكلام نقول لا تأمن الجدول هذا ما يعني هذول هم اربعه المقدمه ابدا، حيختلف تختلف الموازين بعد توقف بجوله جولتين. الله من واحد بيودع وبيروح مدربين، بس احلى ما في الجولات ما بعد شفنا حتى الان، ما بعد سقط مدرب، وهذا ترى انجاز اعجاز في الدوري السعودي انه اربع جولات ما في رحيل مدرب ولا حسب علمي، فهذا شيء جميل يعني، هذا شيء الايجابي في الاربع جولات. لكنه يستمر نفس هذا الهلال حيبقى والبقيه خليني بس تتغير. قول تفضل. بس انا اتفق مع ابو تركي في النتيجه النهائيه واختلف معه في المبررات يعني اللي قالها. ما تقدر تحكم على فعلا جدول الترتيب ابدا، لكن انا لازلت عندي قناعه انه المرشحين اللي قبل الدوري هم سيبقون المرشحين وهم اللي راح ينافسون على الصداره. طبعا الهلال وهو الان في الصداره، والنصر رغم الوضع والترتيب الحين اللي هو اي اللي هو عايش فيه. بس انا اقول النصر ايضا ما كانت الظروف يعني ضده في اول مباراتين، ترى يمكن المباراه الثالثه هي اللي فعلا كان عنده غيابات كثيره، لكن اول مباراتين سقط النصر وكانت مفاجأة، لكن المفاجآت ما تتكرر. ليش أنا أقول لك خلي إيه كان عنده نقص، بس مش النقص الكبير. الحمد لله ما كان موجود، بس عرفت إيه. مجموعة ملعبت. إيه أوكي خليني بس أكمل فكرتي. اللي أقصده إنه أنا ليش قاعد أرشحهم أساساً حتى الآن، حتى والنصر يعني ما أنا قاعد أسوق لهم مبررات الآن، لأنهم عندهم الإمكانيات اللي تسمح لهم بالتنافس على الدوري. ما في عندنا إلا فريقين هم فقط اللي يملكون البديل والدكة القوية، هلال ونصر. والدوري طويل مثل دوري الأمير محمد سلمان يحتاج دكة بدلاء، هذه ما تتواجد في فريقين أيا كان ترتيبهم الآن. إحنا لسه في البداية طبعا، ما نعرف شو المستقبل، لكن أنا لازم نتمسك بنفس الترشيحات إنه النصر والهلال هم اللي راح يتنافسون على الدوري. الشباب أنا أشوفه لسه مو جاهز يعني بشكل كبير. بداية رائعة للشباب مختلفة عن المواسم الماضية، طبعا استقطابات ممتازة جدا وتدعيم، لكن الشباب يعني غير قادر على المواصلة إنه ما يملك الدكة البدلاء أيضا اللي تسمح له على انه يكمل المشوار. شباب قد يكون من الاربعه اللي متاهلون اسيويين، هذا يعتبر انجاز له. ولو تسال خالد البلطان وهو صاحب يعني هالمشروع الان بيقول لك، هو قالها قبل كذا، قال لك انه ثلاث سنوات لا حد يحكي لي عن المنافسه، احنا قاعدين نبني فريق. ولو تساله الحين في الموسم ده لن، وهو شوف على راس الهرم الشبابي، ما راح يقول لك راح ننافس،
أنا أعرف عقلية خالد البلطان ويعرف هو فريقه ويعرف إمكانياته الحالية، فما راح يعلي سقف الطموح بشكل كبير. الأهلي هو الفريق الغريب طبعا، هذا غريب على مدى السنوات الماضية، عشان كذا محير. أيوة محير للجميع. مشكلة الأهلي بوجود اللي هي على كل السنوات الماضية وما تسمح لأحد أنه يتنبأ فيه، أنه الأهلي الفريق الوحيد يمكن الظاهر في السعودية اللي أي مشكلة مهما كانت صغيرة تهز كيان فريق كرة القدم. يعني لو يتخانق اثنين لعيبة في التمرين تؤثر بشكل كبير على الفريق. يعني ما في يعني الأهلي بتاريخه هذه مشكلته، أنه أي هزة أي مشكلة تهز الفريق. ممكن حتى لو تأخر رواتب ولا تأخر حتى استلام اللاعبين، ما في طريقة للتعامل واحتواء هالمواقف، وهذه تحصل في كثير من الأندية. عشان كذا ما تتوقع الأهلي يوم تشوفه تقول هذا لا راح ياكل كل الفرق ومنافس قوي ويسقط المباراة اللي بعدها. عشان كذا الأهلي استبعده أنا، لأني أتوقع أنه يستمر على هالمنوال الغير متوقع منه. البقية الفرق، في بعض الفرق أعطت مؤشرات جيدة أفضل من العام الماضي، لكن ما تقدر أيضا تحكم. أنا أقول في عموما أنه الأربع جولات ما تقدر تحكم فيها، لكن في مؤشرات ظهرت منها أنه فرق تحسنت. الاتحاد تقدر تقول أنه تحسن، يعني الوضع وبدايته أفضل من بدايته العام الماضي والعام اللي قبله. الاتفاق أفضل بداية أفله في يمكن تاريخ الدوري السعودي المحترفين، كانت بدايته هذه حقق يمكن العلامة كاملة في أول مباراتين حتى لو تعثر بعدها، لكن لا زال حتى وضعه النقطي وترتيبه جيد. فصعب أنك تتنبأ، لكن لا زالت المؤشرات هي المؤشرات، وخاصة على التنافس على البطولة. بالنسبة لي أنا اللي قبل ما نبدأ الدوري هلال ونصر، بحكم بدكة البدلاء، بحكم إمكانيات الفنية الموجودة عند الفريقين من استقرار فني من استقرار إداري، إضافة إلى عرفت قلت لك إنه إمكانيات اللاعبين الكبيرة مختلفة عن بقية لاعبي الدوري السعودي. ماجد، خلني أستعرض يعني قراءتي اللي تمت العام الماضي لما على هالطاولة ومن الجولة الخامسة، وكان الحديث ترى أساسا معك عن نادي الشباب، وبعدين جريتني لأني قلت إن الهلال بطل للدوري الاستثنائي في الموسم الماضي من الجولة الخامسة، وموجودة ما هي سر. يعني رغم أني أقول أنه لسه بدري عملية الحكم اليوم، وأنت تحكم على الشكل العام منه اللي حيكون بطل هذا الموسم، عملية يعني إذا نقولها وسط الظروف اللي عاشها الدوري ويعيشها الدوري مع كل الظروف اللي داخل وخارج الملعب صعب جدا. لكن بالنسبة للفريق الشبابي، لما ذكرت في الموسم الماضي وقلت أنه لن يكون ضمن الأربعة الكبار وتذكرها زين، ويركز يا خالد البلطان على البطولة العربية لأن فيها بيجيك منها فلوس للخزينة بتفيدك كم مليون بتفيدك وتحسن أمورك، أوكي؟ وجيت وقلت أن الهلال بطل. لما قلت ذاك الوقت أن الهلال بطل كان مبني على أن الهلال زي ما قال الأستاذ عيد، اللاعب الأجنبي أو عنده بدكة بدلة، اللاعب الأجنبي اللاعب المحلي عنده ينافس الأجنبي، وهذا كلام كررته. لكن أقول لنا حصل هذا حاليا عند النصر. أزمة النصر الأقوى في تاريخه وأقوى ضربة تعرض لها النصر، ويمكن أكبر فريق وإن كان الهلال سبقوا فيها في الآسيوية، اللي هي عملية هزة كورونا والإصابات العضلية. يعني تشاهد حتى في مباراة القادسية تستطيع أن تقول أن النصر يلعب بفريق ثالث، هذه حقيقة. لكن وسط الظروف الحالية أنا أقول الهلال هو مرشح أول، وما فيه منافس الآن وسط الظروف له إلا الفريق الشبابي، اللي أنا مقتنع اقتناع تام إن خالد البلطان خلق هذا الفريق ما بين لاعبين محليين وأجانب، استقطابات على أعلى مستوى، حتى وإن كان بعضهم تجاوز 30 سنة، لكن أنا ما أجيب يكون عندي مشروع، ما أجيب لاعب زي خالد الغامدي ولا الزوري ولا نواف العابد إلا أنا أهدف إلى هدف في نفس الموسم. لأن مثلا عبد الله الزوري ولا خالد الغامدي لا تتوقع أنه بيعطي نادي الشباب 4 سنين 5 سنين كمان، لا، هو لما يجيب هذه الاستقطابات مع لاعبين أجانب على أعلى مستوى عندهم. وأنا في قراءتي أختلف مع أبو تركي حبيبي في ناحية مهمة، اللي هي أني أرى أن الشباب مع المباريات حيزداد جمالا وقدرة على الانتصار، وحيتفاعل فابيو مع الأرجنتيني مع نواف العابد مع شو اسمه هذا تركي العمار، أسماء كثيرة. النصر حيكون عنده انطلاقة في حالة واحدة بس، أن يهزم الهلال في الديربي القادم،
هذه الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخلي النصر يدخل منافس. لو النصر تعرض إلى خسارة في الديربي انتهت الحفلة، وكل يوم بقول لك في البرنامج هنا أقول الهلال بطل، وبقعد كذا أقول الهلال بطل، تقول لي لسه، أقول لك لا الهلال بطل، إلا إذا جاء يوم الديربي أوكي وغير النصر النتيجة وحطها في جيبه وصار عنده في البنك حقه 6 نقاط وصار الفرق كم؟ 4 نقاط. أوكي إجمال، أنا بختم في هذه عشان حبيبنا أبو حنين يأخذ فرصة أيضا. اللي بقوله إن ما فيه اليوم يا أبو جود في الدوري واحد تقول ما حيهزم، كل المستويات متقاربة. والدليل البطل الاستثنائي كم عنده من نقاط اللي هو الهلال ومتصدر؟ 10 نقاط. خسر نقطتين من مين؟ من أبها. بمعنى هذا أنه في دورية أنا ما عاد أصبح فيه كبير لا يهزم. من أول أنت إذا جيت لمباريات النصر والهلال والأهلي والاتحاد أمام فرق المؤخرة أو الوسط، بس كم بتكون النتيجة؟ كان الهلال يفوز على الرايد بالسبعة ويفوز على باقي الأندية بالخمسة والستة. أنت بس التوقع عطني بس كم من نتيجة، اليوم ما فيه. يا ويلك من رايداوي مع سبعة فايز سبعة فايز، ما مثلت إلا ويلي وهم فايزين عليهم، ما مثلت إلا فيه حقة سامي الجابر، ما مثلت إلا فيه لا مع السبعة الأجانب بالفعل يعني صار في تقارب في المستوى مع السبعة الأجانب. إيه مو أبو تركي، كل فريق شوف العين ترى أبو تركي، وهو إلى الآن ما في البنك عنده ولا شفته مع الأهلي مباراة اليد ذيك اللي جاء فيها 7 أهداف، فريق محترم نعم يسجل، وهو كان مهزوم بالاثنين ويعادل ويعود للمباراة، معناته كلهم كبار. أبو حنين خليني أبدأ من الاتحاد. الاتحاد مختلف، مو هو الاتحاد المخيف اللي خليني أقول لك جماهيره حاطة يدها على قلبها طول الموسم علشان ينافس على الهبوط. مؤشرات الاتحاد تقول أنه ما حينافس على الهبوط بناء على المستوى اللي قدمه من بداية الدوري. ليش بديت في الاتحاد؟ لأنك أنت الآن من يؤثر في مسيرة المنافسة على الدوري هم فرق الوسط، فلما تجي الاتحاد بدايته قوية وممتازة أفضل من السابق، لما تجي للرائد، لما تجي للتعاون رغم سوءه في الموسم الماضي إلا أن بداية قوية له في الموسم الحالي، خصوصا لما تكتمل صفوفه بعد الجائحة اللي مرت في لاعبينه. أضف عليهم الرائد في هالقوة، وأضف عليهم الحصان الأسود اللي قادم في الدوري الباطن واستقطاباته. هذه الخمسة فرق الفيصلي لا تنسى تكفر منو؟ الفيصلي والفيصلي أحسنت، هذولي حيكونون هم المؤثرين في مسيرة فرق الدوري بشكل كبير جدا. تجي لموضوع الهلال، الهلال أنا أعتقد أنه أكثر الفرق اللي استثمر بداية الدوري رغم ما مر فيه من ظروف، ما في معسكر، اللاعبين بدأوا تدريجي في 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 دخولهم في المباريات، يلعب بفرق بلاعبين غير الأساسيين، بدأ يدخل لعيبة الأساسيين تدريجي في المباريات إلين دخلوا رتم المباريات كاملة، شفناه يمكن بدأ يقدم خلينا نقول 70% من عطاء قدام الاتفاق في إنه اللعيبة الأساسيين أغلب فترات المباراة كانوا مشاركين، ومع هذا جنى ثمار. ولكن هذا لم خليني أقول لك يعني يساعد الهلال في أن لا يتعثر. الهلال في الموسم الماضي تعثر من الفرق متوسط الترتيب زي أبها زي الحزم، هذه الفرق أثرت فيه، فبالتالي قلصت الفارق بينه وبين منافسين على الدوري زي الموسم الماضي النصر، فبالتالي الموسم هذا هو تعثر من أبها. هل سوف يتعثر الهلال المقدم؟ نعم سيتعثر الهلال. ليه؟ لأنه أنت عدم تعثرك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى كفيل بوجود بعض العناصر اللي موجودة في الفريق، استمراريتها في الفريق، توفيقها هي اللي حتأثر بشكل كبير جدا. النصر رغم أنه عنده 3 نقاط إلا أن النصر لما تجي على الورق هم الفريقين الوحيدين في الدوري الهلال والنصر اللي يملكون القوة الضاربة اللي ممكن تهزم أي فريق وتعتمد على ظروفه. النصر مش نصر الموسم الماضي، لأنه لو شفنا مباراتها مع القادسية، شوف النصر في الـ4 مباريات اللي لعبها لم يكن سيء، صحيح خسر 3 مباريات ولكن كان ما ينقص النصر رأس الحربة، من يترجم الفرص اللي موجودة في مباراة الفتح تقريبا 7 فرص، في مباراة التعاون 4 فرص، في مباراة الشباب شفنا الفرص اللي جات واللغط اللي جاء على هذه المباراة. نجي نشوف ويستمر التأثير في النصر وسقوط بعض اللاعبين إما إصابات أو كورونا، فبالتالي هذا التتويج شفنا المستوى الفني اللي ظهر فيه النصر، هذا اللي يعطيك المؤشر، هذا المؤشر اللي يقول لك الفريق عنده سيستم، يعني توفق لعيبته في هذه المباراة انه يسجل، فبالتالي مؤشر الفريق يقول لك لا منافس، هو اللي حيكون منافس الاخر مع الهلال على الدوري.
تجي للشباب ربما أنا أختلف شوي مع الشباب في طرحهم إنه ما عنده دكة. عندك عبد الله الحمدان رغم قناعة عدم قناعة البعض، ولكن إحنا اليوم علينا نتكلم من الملعب. الملعب يقول لك عبد الله في كل المباريات اللي نزلها كان مؤثر، خمس دقائق عشر دقائق شوط كان مؤثر جدا، شفنا تأثيره في مباراة النصر، ضربة الجزاء اللي تسبب فيها، شفنا التأثير اللي سواه في المباراة الأخيرة للشباب. لما تتكلم عن تركي العمار، لما تتكلم عن حسين القحطاني، شوف احنا مشكلتنا عيننا ما تجي على اللاعب إلا لما يروح بعض الأندية الكبيرة أو يبدأ يسلط عليه الضوء. شفنا في فترة من الفترات نوح الموسى، المجحد حق الفتح، لما بدأ ينتقل علي الحسن. اليوم في لاعب ترى واحد من أميز اللاعبين اللي قدم مستويات رائعة جدا، حسين القحطاني مع الفيصلي. شوف خيار، كان خيار أول لمدرب الشباب في مباراة الأخيرة، وكيف حاول من نص الملعب مع الإصابات اللي جات غير أسلوب اللعب كلها. ففي بعض اللاعبين السعوديين اللي احنا مش مسلطين عليه الضوء تذكروا هذا اللاعب في قادم المباريات. تتكلم عن حسان تنبكتي، تتكلم عن واحد من أهم اللاعبين القادمين للدوري السعودي، وشفنا كيف التأثير اللي صار على عملية أنت لما راح للوحدة ورجع ثاني مرة للشباب. بشكل عام دكة الشباب ما أقول لك توب، ولكنها دكة جيدة جدا. لكن أنت موضوع الإصابات هو اللي حيأثر عليك. يعني أنت لو تلاحظ الإصابات اللي صارت في مباراة الشباب الأخيرة، عملية التغيير اللي صار وأسلوب اللعب، قناعات المدرب قلبت النتيجة في المباراة، فبالتالي عندك اللاعبين اللي غيرون نتيجة المباراة أو أسلوبها. أما الأهلي يمكن أضم صوتي للشباب في موضوع أنه أقل مشكلة ممكن تأثر في البيت الأهلاوي. الأهلي شوف على مستوى العمل، لا شوف على مستوى العمل الإداري، شوف من بعد الجائحة إلى الآن نوعا ما في هدوء في البيت الأهلاوي، لكن المشكلة الأكبر الآن جاء الفكر أو جاءت الإدارة، خلنا نقول نسميها اللي حتحاول تفكر بشكل جيد، وغاب المال. ماذا سيفعل عبد الإله مؤمنة في القادم في المال، رواتب اللاعبين، الدنيا؟ احنا نعرف أن الدولة دعمك 50 مليون، لكن فاتورة الأندية الكبيرة أعلى بكثير. أنت كيف حتوفر، كيف حتسوي اللعيبة؟ مجرد ما أنت تتأخر عليها حتكون أمور كثيرة. بيت الأهلاوي أخيرا شوف، يمكن ذكر أبو تركي مسألة تألم اللي يعيشه الجمهور الأهلاوي على مسألة على مدار هالسنين. مشكلة الأهلي يضخمون في اللعيبة، يعطون لعيبتهم أكبر من حجمهم، فبالتالي يصير اللامتوقع. مشكلة البيت الأهلاوي بعض التحزبات الداخلية، تأثير بعض اللاعبين الكبار. يعني أعطيك على سبيل المثال، لما بدأ عمر السومة طلع وتكلم وأنا عقدي ومتجدد، أنت بعد 8 سنوات لما تطلع تقول هذا الكلام كأنه أسلوب ضغط على البيت الأهلاوي. لما يعني شوف، لا يتمسك جمهور طبيعي لاعب كبير لا قيمته ولا وزنه، لكن السومة كم 8 مواسم ترى الأهلي معاه ما قدر له دوري واحد، لا تأثير إيجابي. بس لن يتوقف الأهلي لا على السومة، لا تكبرون أحد على الكيان. هذه أنا رسالتي لكل نادي، وهنا تحديدا أنا قاعد أراها في البيت الأهلاوي. عمر السومة حيجي له يوم ويمشي، طيب أنت وش جهزت له الآن؟ أنت عندك نقص في أغلب المراكز اللي موجودة، وش سويت؟ هذا السومة موجود، سوى الأهلي. لذلك لا تكبر أحد على الكيان اللي أنت فيه. بشكل عام أرى تحركات رائعة جدا للباطن، صفقات رائعة جدا، وحيكون حصان أسود وحيكون مؤثر بشكل كبير جدا في الدوري. بشكل عام المعالم يمكن الرئيسية للدوري معطياتها خليني أقول لك واضحة، الهلال النصر، حيكون قريب منهم الشباب الأهلي، الباقيين حيكونون مؤثرين وليس منافسين. ربما بعض الفرق تنافس على المقعد الآسيوي، ولكن في خليني أقول لك بالضبط، لا حتشوف الخطر الأكبر والغرابة حتشوفها في الهبوط، لأنه حتكون المتقاربة جدا. شفت العين هذا المؤثر، كان مؤثر في مباراة الهلال، كان قاب قوسين أو أدنى أن يفوز في مباراة الاتفاق، وحتى في مباراة الأخيرة مع الأهلي كانت مشكلته الوحيدة ترى دفاعية. يمكن أتذكر حتى ذكر اسم اللاعب، والله نسيت اسمه، حاتم في الحلقة الماضية، حيكون عنده مدافع قوي جدا، حيكون مؤثر في الجولات القادمة. فاصل قصير بعده نعود.
بحضور الأمير عبد العزيز الفيصل الأخضر يرفع استعداده في معسكر الرياض. المنتخب الأولمبي يواصل تأهبه لطوكيو. الأخضر بقيادة رينارد طموحات تتخطى القارة. المنافسة على الدوري الأغلى ملامح تتجلى بعد 4 جولات. استقرار فني وإدارات الأندية ترفض الضغوطات. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية أحمد المصبيح وماجد التويجري، محمد السدعان وعيد الثقيل، هم ضيوف حلقة الليلة. كان عندك إضافة تبي تقولها قبل شوي؟ والله وش أنا بقول، يعني جميل هالنقاش على الطاولة، وطبيعي يعني لازم نختلف، وله شرط برضه أنه أرى كل واحد منه صح، يعني متلقي يعني هو من في بعضهم يختلف بعضهم يتفق ويظل الخلاف، لأن كرة قدم يعني ما في قاعدة أو قانون معين. بس أبو حنين أشار إلى نقطة مهمة، إلى شخصية اللاعب. الأهلي مثلاً، إنه الأهلي فريق كبير، فريق لابد يكون في المنافسة لأنه يضيف إثارة ونادي جماهيري. افتقد في السنوات الأخيرة اللاعب الشخصية، من بعد تيسير الجاسم أصبح الأهلي بدون لاعب، يعني لاعب قيادي. تعودنا هذا تركيبة الفرق السعودية يكون في لاعب. الهلال الحين تكون سلمان الفرج تحس إنه رمز أو شخصية داخل الفريق. النصر حمد الله بعد الانتقالات وروح اللاعب المحليين، حمد الله هو اللي يمثل الشخصية. الاتحاد وجد ضالته في اللاعب المصري الجميل حجازي، وفي فترة قياسية قدر يتأقلم خبرته وقدرته على. الأهلي يحتاج إلى بناء اللاعب، تحس إنه اللاعب الأهلي بلا شخصية. مع كامل تقديري واحترامي لعمر السومة، عمر السومة قدره واحترمه ولا نختلف عليه كهداف عظيم على مستوى القارة، ولكن ليس قائد للأهلي. القائد بعد المباراة يرفع ايش حد همم اللاعبين، فجد يتحدث عن امور الشخصيه عن الاهلي، وجههم يعني تحس انه في مو تشاؤم، حزين. فالاهلي انا ما اقول الان شيل الشاره من، انا اقول شخص حال. فطارق كاداري مخضرم اتمنى يركز على بناء شخصيه اللاعب الاهلاوي. اللاعب الاهلاوي ان حكينا عن مدربه وقلت ما ابغى اكرر حتى المباريات تثبت، يمكن رايي خطا واتمنى يكون خطا يكون مدرب ناجح، بس الاهلي لعيبته يحتاجون يكون في لاعب قائد، قائد يعرف متى يرفع معنويات لاعب زميله في الوسط في الدفاع اذا اخطا. حتى اللي انا كنت اعول عليه بس يبدو الاصابه، اللي هو المدافع اللي رجع بعد اصابه طويله معتز، انا كنت اعول عليه يكون قائد ويكون يقدر له تاثير، بس يبدو الاصابه لها دور. فالأهلاوي يحتاجون إلى قائد داخل الملعب يشيل الفريق، يعني المدرب يعطي طريقة لكن الأدوات في يد اللاعبين. الفريق أحيانا يحتاج، شوف الآن في الهلال مو بس سلمان الفرج، قميز أحيانا يقوم بالدور، كاريرو، مجموعة لعيبة، اللاعب الكوري وهو يعني لا يعني لغته ما تفهم بس تحس إنه قائد. الأهلي بلا شخصية، الأهلي يملك أدوات البطل، البطل وليس المنافس، ولكن يحتاج إلى بناء شخصية اللاعب، الثقة في اللاعب. ليش الأضواء كلها مسلطة على الإداري في السنوات الأخيرة أكثر من اللاعب الأهلاوي؟ نعرف الإداريين وهم اللي ظاهرين في الصورة أكثر من اللاعب الأهلاوي. على فكرة في نقطة في، أنا أتذكر حتى على الطاولة ذي أتذكر مباراة النصر والأهلي لنصف نهائي الكأس، بعد هدف بعد هدف النصر الثاني وكان متبقي 5 دقائق، و5 دقائق كانت إضافية 10 دقائق معك، مجرد سجل هذا شوف بس وجهه، وقلت أنا على الطاولة قلت مجرد شفت وجه السومة يعني في روح انهزامية بعد ما سجل الهدف، قلت مستحيل الأهلي يعود، وهي 10 دقائق يستطيع العودة حتى على الأقل لو بالتعادل وإنه يمدد الوقت. فهذه هي فعلا القائد هنا يظهر في هالوقت. ذاك الوقت أنا شفتها في تعابير يمكن لاعبين الأهلي، ما شفت لاعب فعلا قاعد يشحذ همامهم أنه فعلا لابد أنه نتحدى لآخر لحظة، لابد أنه هذا، ما شفت لاعب حتى قاعد يقاتل ويشيل الكرة وفعلا يروح مثلا عرفت يسنتر بسرعة. كانت حالة انهزامية بشكل فعلا فظيع. فعلا الأهلي يخلو من القائد، أنا أتفق مع بوت. يمكن شوف أنا يعني بقول حاجة مهمة إضافة إلى كلام أبو تركي في عملية الشخصية
الشخصية. يعني خلني أبعرج على موضوع ضيفكم قبل أمس، وعلى فكرة جحفل تمس كان في كلام بقول عنه وزحف وقت البرنامج وما قلناها، الحين بقولها يقرقر من هنا من أمس. عموما شوف أبغى أقول الشخصية مهمة، شخصية يعني زي في الهلال لما تتكلم في شخصية القائد وشخصية النجم اللي من الممكن أن يقود فريق إلى انتصار، موجودة في سلمان الفرج، موجودة في سالم الدوسري، موجودة في قمز، في فنكو، كاريلو، أكثر من اسم. روح للنصر نفس الحكاية، تتكلم عن مرابط بيتروس اللي هو بوتروس أو مارتينيز حبيبي اللي لازلت في تحدي السباق، بس الله يشفيه من كورونا وإن شاء الله حتشوف حيدعس. إجمالا شوف في الاتحاد أوكي حجازي لاعب ثقيل وجاي من دوري ثقيل، ويعني مهما قلنا فيه فهو أصلا لاعب متكامل، شخصية القائد، شخصية. شوف تأثيره لما جاء الثاني ذا بيشوت أبو ربطة أبو شعر الأجنبي الثاني ومنعه وخلى وركت ما قلت شيء حلو أبو ربطة. طيب فهد المولد عنده هذه الشخصية. طبعا أنا معجب، أوجه لك أعلى وأعتى وأكبر تحية فهد المولد، أقنعتني بأنك عقلية غير عادية، ولد بار في أبوك من خلال الكلام اللي سمعناه منك والحضور الجميل والثقافة العالية. وهنا لما أشوف فهد يحط الاتحاد هنا بعد كل مباراة يخسر فيها ها وبشجاعة يطلع ويحمل نفسه المسؤولية، هنا شخصية اللاعب. لما يجون الأسماء الكبيرة في الإعلام الاتحادي محمد البكيري، عدنان جستانية وعد غيرهم كثير، ويثنون على حضوره في برنامج كورة وأنه فعلا أنت اختصرت المفيد، بعضهم وصف اللقاء قال هذا أفضل لقاء لك في تاريخك، فهذا شيء جميل. الجانب الآخر اللي في هذا الجانب بتحدث عنه أقول شكرا عايض رئيس التحرير عايض القحطاني، شكرا عليان العنزي، شكرا نواف الدوسري، بدر الفايز، من بعد حتى ما انسى احد، كلهم ناجحين. دلال هي دلال وداد وداد والشبل الصغير الجديد، زين كلهم شكرا لهم. اليوم في ناس تقول والله يا ماجد تويجي قاعد ترقص برنامج تركي العجمه وكوره عشانك تطلع معهم، لا انا بقول هذول نفسهم فريق الاعداد انتم تستحقون منا كزملاء لكم وموجودين نقاد اننا نقول لكم شكرا، عمل كبير في هذا الموسم. اتحدى ها اتحدى انه في اي برنامج قدم المحتوى، المحتوى اللي قدموا برنامج كوره هذا الموسم، هذول فريق العمل يستحقون منا كزملاء اننا نقول لهم شكرا على هذا العمل العظيم. فهد بن نافل كأول حضور وهو رئيس الهلال، رئيس أعظم نادي في تاريخ السعودية بالأرقام والبطولات والنتائج وكل شيء، يحضر لأول مرة على هذه الطاولة. ياسر المسحل، حسين عبد الغني، فهد المولد، وقص قبلها جوفنكو، حمد الله، روح هنا وهناك تلاقي كل شيء حضر، لذلك هذولا يستحقون منا الشكر. شكرا جزيلا ماجد. كل أبو إضافة أثار نقطة جدا مهمة أبو تركي، موضوع الشخصية. لو تلاحظ في كلام فهد المولد، ما ذكر والله مين من الشباب سأله على موضوع اللاعبين اللي طلعوا، إن في لاعبين كويسين كانوا في الاتحاد وبرزوا في أندية ثانية برا، ليش؟ وهذا هو المضمون. إيش قال لك؟ شخصية، ما يقدر يتحمل ضغوط، ما يقدر. شوف الشخصية ما تقدر تبنيها، ممكن خليني أقول لك ترفع من مستوى شخصية اللاعب في الفئات السنية. لما نجي نضرب مثال، لما نقول الهلال مثلا، لما يقول لك تعود على ثقافة الفوز، يبنى من الفئات السنية. شوف مش جودة مخرجات، خليني أقول لك البناء للكوادر اللي موجودة تبني الشخصية هذه من الفئات السنية. تيجي تشوفه في أول مباراة، ثاني مباراة، توه طالع من مثلا من درجة الشباب أو الأولمبي سابقا، تشوفه ولا كأنه جديد على الفريق الأول، يلعب بأريحية، هذه هي الشخصية. لذلك تشوف في كثير من اللاعبين ما يقدر. لما تضرب مثال مثلا على عمر، لما قال عيد سومة على سبيل المثال، وأنه ردة فعله ووجهه وإحباط اللاعبين، ترى مش كل لاعب موهوب أو عنده إمكانيات فنية هو شخصية وقائد. لو تلاحظ حجازي ما عليه الكابتنية ترى، لكنه قائد في الملعب، وهذا اللي أنت تتمناه. لما يضرب مثال أبو تركي على كاريلو، على غوميز، في لقطة كانت أعتقد هي في الأسيوية لما كلم جوفينكو يأشر له يقول له روح في الاتجاه، كنا مدرب في الملعب، هذه هي الشخصية اللي تبحث عنها. للأسف شوف، ونرجع نركز ثاني مرة، نقول في كثير من الأمور أو النواقص اللي اللاعيبة السعودية تنقصهم في الفئات السنية،
لذلك أنت لازم هذه التجربة تكون غنية، تكون ثرية جدا بالكوادر اللي موجودة إداريا، نوعية المدربين اللي موجودين، كيف تصلح أخطاء هؤلاء اللاعبين بشكل عام. الفريق اللي ما يملك شخصية تقود الفريق فنيا داخل الملعب تغير نتيجة المباراة ما تشوفه. يعني أنت لما تضرب مثال، مثلا كانوا يضرب مثال على مباراة النصر والتعاون، كيف النصر يخسر من التعاون والتعاون من بداية الشوط خسران اللاعب ترى بالضبط ليش؟ ترى في 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 قوة، في قتالية داخل الملعب، في شخصية لاعبين، مو شرط ترى يكونون معروفين أو مشهورين أو عندهم إمكانيات عالية جدا، لكن شخصية اللاعب القتالية داخل الملعب، تحمل المسؤولية، اتخاذ القرار، هذا ترى يؤثر بشكل كبير جدا. قدموا لنا ثقافة جديدة. لا نرجع نتكلم عن اللاعب اللي يخاف واللي ما يخاف. أنا بس بقول يعني نقطة وقالها يمكن فهد، يسمح لنا فهد في فيها، كانت يمكن تحت الهواء إحنا نتكلم ذاك اليوم عن نواف العابد. صحيح. ممكن أبو تركي هو اللي قاله، قال إنه نواف العابد أتمنى له، يقول أبو تركي إنه يعني فعلًا ينجح مع الشباب ويرجع نواف العابد، إيه إنه نحتاجه حتى في المنتخب. قال فهد بكل بساطة عن نواف، قال نواف إذا بغى يرجع حيرجع ويرجع بسرعة. ليش؟ يعرفه زميله وعارف الشخصية اللي عند نواف، وأنا ما زلت أكررها وأتذكر كلام مثلًا الدعية مرة من المرات عن نواف، يعني ما قال عن إمكانياته الفنية، قال لاعب شجاع ما يهمه أحد، ما يخاف، ما يهم الضغوط. ففعلا يعني بعض المرات حتى النجوم تشوفهم ينتقل من نادي صغير يروح نادي جماهيري وإمكانياته تتوقع نجاح وما ينجح. صحيح. في السبب هذا الشيء أنا أقول أيضا أنه يعني أتفق مع أبو حنين على مسألة الإعداد أنها تكون من النشأ، لكن برضو فيها جزء من شخصية الإنسان. صحيح. يعني شخصيته حتى الأسرية والأسرة. صحيح. وكيف أنه ناشئ، في اشخاص يختلفون، يعني احنا على الطاوله نختلف، فيه الاقوى وفيه صح ولا لا. تفاصيل حياته اليوميه مهمه، يعني مثلا خليني اقول العابد انا اشوفه من النجوم اللي اراهم في مرحله من المراحل سوبر ستار، ومن النجوم اللي عندهم القدره انه يصنع الفارق لفريقه، يعني ممكن يكون تكون مباراه ميته ممكن هو يسجل جول ويخطف المباراة. طيب. بس يبقى موضوع مهم يا بوجود اللي هو تفاصيل حياة اللاعب اليومية هي اللي ممكن تعيده. أبغى أروح الفاصل اسمحوا لي. تفضل طعمك. فاصل قصير بعدها. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية أحمد المصبيح وماجد التويجري محمد السدعان وعيد الثقيل ضيوف حلقة الليلة. أبغى أسألكم عن تكلمتوا عن كل الأندية إلا عن الوحدة. والله الوحدة شوف فرحنا، فرح يعني كل الرياضيين السعوديين فرحوا الوحدة كنادي عريق، كنادي بطل في بدايات كرة القدم السعودية في منطقة عزيزة وغالية على الكل. أنا وجهة نظري الشخصية والزملاء لهم وجهة نظر أكيد، مشكلة الوحدة عدم الاستقرار الفني، هذا وجهة نظر. يعني المدرب أصبح الصوت الإداري والفني مختلط في اختيار اللاعبين، في الاستغناء، في البحث عن الأفضل، يوجد عناصر بس لا زال الفريق بلا شخصية، هذه تتسبب فيها المدربين ضعف الإعداد، وكلنا عانى من ضعف الإعداد. الوحدة صدقني مع مرور الوقت يحتاج فقط إلى يعني جرعات للروح، بناء الروح من جديد في اللاعبين، ما يحتاج لاعبين، عنده لاعبين متميزين في كل المراكز، يحتاج إلى شخصية وإلى لاعب قائد أيضا. وأرى أنا شخصيا أرى في باخشوين، أحس أنه باخشوين لاعب مقاتل ولاعب خبرة، لابد تبني في لاعب داخل الفريق. الوحدة يحتاج إلى استقرار فني، إذا هم يرون وأتمنى يكون هذا ضالتهم المدرب
انه يعطون المدرب كامل الصلاحيه ويبنون شخصيه الفريق. اما اذا في تقصير في المكافآت، اذا ضعف الاعداد، اذا في اهمال في المراقبه، الفريق ما يعني ما في مشاكل فنيه بقدر ما بحاجه لاستقرار وبناء شخصيته واعاده الروح من جديد. الوحده سيعود مثل ما حكيت عن نصر حكي على الوحده، حيعود منافس ودائرة الخمسة، لأنه فريق عنده الشخصية وعنده الكاريزما، لكن يحتاج إلى دعم إداري واستقرار فني. أبو حنين، شوف لما تجي تتكلم عن نجاح أي فريق، أنت عندك مكتسبات مهمة جدا، أن أنت ما تكون وليدة اليوم. لما تجي للهلال مثلا، المرحلة اللي كان فيها الأمير نواف بن سعد والعمل اللي سواه والاستقرار اللي سواه حضر الادارات اللي بعدها. ما تجي النصر، سعود سويلم اللي سواه حضر الاداره هذه. العمل اللي سواه ابو اميره حاتم في هذاك الموسم، احنا كنا نشوف قبلها الوحده يصعد ويرجع ثاني مره يهبط، ما في عمل، اختصر فيه عمل سنوات. كان من الاحرى من الاداره ان تحافظ على هذه المكتسبات. انت ما كان عندك استقرار على مستوى التدريبي، الكره السعوديه تعاني من الاظهره، انت استغنيت عن اهم اثنين عندك كانوا يقدمون عطاءات جدا ممتازه، كيف تستغني عن الزوري في وسط الموسم؟ كيف بالضبط شخصيه اللي احنا نتكلم عنها قبل شوي، كيف تستغني عن فواز الصقور الظهير الايمن قاعد يقدم مستويات كويسه؟ طيب منين بتجيب بودلة بنفس القيمه والكره السعوديه اصلا تعيش على مستوى هذا المركز؟ الاسترالي ابو حنين الاسترالي قاعد يقدم. انت عندك قدوين في لقاء له يقول انا استغربت انه انا يعني الفكر الفني مستغني عني. لما تجي لي علي النمر، شوف التوظيف اللي قاعد يسويها الان علي النمر بالضبط. لما تجي تشوف صالح العمري في الموسم اللي قبله لما انتقل الاتفاق واليوم انتقل الى ابها، وشوف لا زال اللاعب قيمته الفنيه مؤثره. لما تتكلم عن الاستغناء السهل للعناصر، انا اعتقد انه في بعض الادارات يبدو في وجهه نظري مش الوحده لحالها دائما تحب تضع لنفسها بصمه، يرى انه انا قادر على التغيير، قادر اني انا اودي لاعب واجيب لاعب. ترى المرحله النجاحات اللي حققها بعض اللاعبين فنيا في الاستقرار الفني، لما تيجي تضرب مثل في بعض الانديه يتغير المدربين لكن السيستم واحد. ليه؟ لانه الاهم استقرار على مستوى اللاعبين موجود. فالعمل الفني دائما يريح اي مدرب يجي يلاقي الفريق فيه قيمه فنيه يقدر يبني عليه اي اسلوب اي طريقه. هذه المشكله الاساسيه اللي حيعاني منها الوحده اذا رات الاداره انها حتعمل لنفسها بصمه على حساب الفريق، واغير عادي واجيب لاعب ممكن. يعني انت الان بدلوا اللاعب القدوين وجابوا مكانه لاعب اخر ولا زال ينزل بديل، ما هو كاسب ثقه المدرب، ممكن يكون مش جاهز، بس حتى في الدقائق اللي ينزل فيها ما هو اللاعب المؤثر زي ما كان قدوين. لاعب يسدد لك مخارج ال 18 في الكرات الثابته كان مؤثر جدا للوحده. بشكل عام لو تشوف المكتسبات اللي موجوده الان في الوحده، اللاعبين المؤثرين هي صناعة إدارة سابقة، مش للتقليل من الإدارة الحالية، ولكن أنت نجاحك في كيف تحافظ على هؤلاء اللاعبين وتضيف لهم. بالضبط، وتضيف بشكل جيد جدا. لما تجي تشوف أخيرا يعني لما أنت مشيت مثلا علي النمر، من جبت السوادي. السوادي أصلا مش قادر يلقى فرصة كان في الرائد، فبالتالي أنت ما بين لاعب مؤثر وما بين لاعب كان حبيس الدكة. مش كل فريق ترى أو كل نادي يقدر يصنع لاعب، خليني أقول لك مستوى نازل يقدر يصنع منه لاعب فعال. ماجد بشكل سريع الوحدة. أنا أقول الوحدة بخير، أوكي أختلف مع الزملاء تماما، الوحدة بخير وقادر على أنه يكون بالشكل اللي كان عليه الموسم اللي راح وربما أفضل، بس في شفرة أتمنى أنهم الإدارة توضحها لنا. مشكورة يعني الكابتن الجميل زميلنا كناقد حصري أبو أميرة يقول بأنه غادر الكرسي في لقاء، مش سر، في لقاء في جريدة الرياضية معي، يقول أنه غادر الكرسي وفي أعتقد الرقم ماني متأكد منه بس مش أقل من 16 مليون إن ما كان 25 مليون، بس أعتقد أنه 16. كيف اليوم الوحدة كان هو المرشح للبطاقة الآسيوية عن طريق الملحق، صح؟ لماذا سقط؟ سقط لأنك لم تسدد، ولا لا يا أبو فيصل؟ موضوع الرخصة، موضوع الرخصة الآسيوية ما حصلت عليه وبالتالي أسقط. إذا كان الرجل أبو أميرة وأبو محمد غادر الكرسي وفي ذيك الملايين، وين راحت؟ بس نبغى هذه الإجابة. تعليق سريع. أنا أتفق مع أبو حنين في مسألة عدم الاستقرار في الإدارة الحالية. واسمع يعني العام الماضي الإدارة طول عمر ثالث جولة ألغت عقد المدرب، تخيل في ثالث جولة،
وبعدين جابت كارينو قبل نهاية الدوري بأربع جولات وكانت محل استغراب، ألغت عقد كارينو وكنا نقول يعني إيش قاعدة تبغى توصل له. أي فلا أنا أتكلم في عهد حاتم خيامي كانت أيضا ثلاثة مدربين كاريلي، بس كانت كلها بظروف كاريلي هو اللي طلب ورفض التدريب ورجع البرازيل. إيه جاء عرض أعتقد في البرازيل وكان حاتم مصر عليه، بعدين أحسن اختيار جابوا ميدو وحقق معهم النتائج جيدة، وأعتقد إنه إقالة ميدو كانت أو اعتذاره كان بسبب أشياء خارج أشياء خارج الملعب يعني فكان في استقرار، ما كان في استقرار على المستوى الفني لكن لظروف، لكن كان في استقرار إداري، استقطابات مدروسة، النمر، الزوري، بوتيا، كان فعلا الفريق قاعد يصنع. الحين لا، قاعدين نشوف حتى الخسائر اللي على مستوى مش بس الإفراط في المدربين والغريب العام الماضي، السنة دي وصلنا إلى حال مثلا تفريط في لاعبين يعني الجيدين، وهذا سر. أنا ما أقدر أقول أنه الوحدة العام حقيقة لأنه حققها ما أعرف كيف حققها، أنه مكتسبات يعني أنه حقق مكتسب، أكيد أنه وصل وأنجز، لكن الخطوات اللي عملها ما كانت صحيحة. أنك تقيل ثلاثة مدربين ما هو شيء صحيح، صحيح كيف وصلت الله أعلم. فاصل قصير بعدهم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في أم في المملكة العربية السعودية أحمد مصبيح وماجد تويجري محمد الصدعان وعيد الثقيل ضيوف حلقة الليلة. الجولة الرابعة ما في ولا مدرب أقيل، هذا شيء جميل تاريخي. احنا بالعادة كل موسم مع كل يعني من الجولة الثانية هي تبدأ باثنين كذا، بعدين الثالثة يجيك الثالث والرابعة يجي الرابع والخامسة يجي مترددين نهاية الموسم، لا بعضهم العام الماضي واللي قبله كل سنة تعاقد مع مثلا ثاني جولة يعني ما حتى ما بعد فك شناطة في السكن حقه ثاني جولة. وش هالقراءة الله أكبر يا أبو بشارة الحين اللي فاهم رئيس النادي ما أدري القصة كيف تعاقدت معه نشيله تصويت عشان اللي صوتوا كلهم مواهب ويفهمون فكرة القدم فهالظاهرة. بس أنا أعتقد إن كل مدرب الآن لو تحكي وكان ما قمت معسكر ما قدرت قيم عملي عطني فرصة، لكن أنا أقول مع نهاية الدور الأول هيسقط أربع إلى خمس مدربين. ما هو تشاؤم، دائما يقولك لا أنا ما تشاؤم، قراءة ربعنا ونعرفهم عارفهم نهاية الدور الأول أربعة إلى ثلاثة أربعة خمسة مدربين يمسكوا الباب لأسباب. إذا أربعة ثلاثة نهاية الدور الأول هذا رقم جيد، هذا إنجاز وأتمنى ما يزود. لكن عشان ما نكرر اللي قلناه نقول يا جماعة المدربين كي تحملون لهم، لكن أنت إذا هيأت لهم بيئة العمل الصح كلعيبة محترفين رواتبهم الانضباط المتابعة اقتنعت كان نقاش فني. يعني مو كل مدرب يجتمع فيه رئيس النادي. رئيس النادي إذا أنت ما تفهم كرة القدم ما كامل تقدير واحترام إلا في أمور عقود، لكن كرة القدم يجب يكون فيه مختص صاحب محمد حكم أنه لاعب سابق يفهم أن الأمور الفنية ضعوها لهذا. بالمناسبة وش سر نجاح الهلال سنوات طويلة بالذات خلنا في الفترة الأخيرة؟ نمبر 1 شو رايكم في اللغه؟ فهد مفرج، وجود فهد مفرج مدير كره وعضو مجلس اداره وقربه من الفريق يسهل مهمه عمل اي اداره، فما بالك وجود المهندس عبد الله الجربوع اللي يكره الاضواء وهو لاعب سابق ورجل دمث الاخلاق وفاهم ويعرف اللاعبين وجمعهم سعود كريري.
أصبحوا ثلاثة يساعدون أي إدارة وأي مدرب على تذيل العقبات. فأنا أقول يا جماعة بناء القرارات الفنية في الأندية بناء القرار يجب أن يكون من رأي فني، من رؤية فنية. الاجتهادات وقرأ تويتر وش قال فلان، لا، إذا أنت عندك رؤية فنية، عندك مشروع، مشروع عمل، هدف. معظم أنديتنا تدخل الموسم بلا هدف، يعني تلقاهم أبدا وش يعني شغل تقليدي مكرر، ما يقولك والله أنا أطمح أكون الوحيد اللي يعمل باحترافية، ربما فيه، لكن رئيس نادي الفيصلي صحيح. رئيس نادي الفيصلي يعرف وش يسوي، يروح مدربين أبدا، كان الغلطة في المدربين أحيانا، الحين صار مستقر فنيا. اللعيبة اللي استغنى عنهم البودلة ما تقدر، لما يستغنى عن اللاعب تلقى أنصار الفيصلي ليش استغنيت، يجي اللاعب أفضل منه. على فكرة هذا رابع موسم مدربا ما قد تحقق الظاهر في الأندية، هذا شيء في ذلك حسب في المدرج. فأنا أقول يا جماعة قبل ما تجون المدربين يعني خلوا فيه صوت فني، وصوت فني يستاهل، مو بصوت فني شعبي يتعامل مع تويتر ويبني قرارات على عواطف جمهور، على رؤية فنية. العمل الاحترافي لابد يكون تكاملي في الأندية. ساقط المدربين ربما في نوع من السخرية وتهكم، لأني من 14 مدرب العام الماضي، ما يعقل دوري المحترفين السعودي الأفضل على مستوى القارة واللي يصرف عليه مليارات و14 مدرب، دليل في فكر مختلف، أو ما نقول متخلف عشان ما أقصو، فكر مختلف ما يجاري العملية والدعم اللي يصير للكرة السعودية. أتمنى استمرار المدربين، أنا ما أقول المدرب الفاشل يستمر، لكن المدرب اللي أنت جلبته أكيد أن عندك رؤية. فإذا كان أنت ليش تعاقدت معه في البداية؟ هل كل الأدوات موفرها له؟ على ذلك ابن القرار. ماجد شوف أنا بحط أصورها في مثال قبل كل شيء، ومثال مختلف تماما بعيد كل البعد عن الرياضة، أكلمك أنا عن نفسي. أوكي، قبل عملية المخالفات المرورية أوكي، كان من الممكن، أنا طبعا أكره السرعة، السرعة لا ماني بسرع الحمد لله، لكن كان من الممكن أني أمسك جوالي وأكلم. بعد ما صار فيه 500 ريال، لا والله تبت 500. اليوم الجورة الرابعة صفر، ما في ولا مدرب، باي باي. وش السبب؟ التنظيم المالي اللي وضعته الوزارة للأندية. أوكي، بمعنى في اللائحة رقم 2 البندي إيش يقول لك؟ إذا أنت أقلت مدرب أو أقلت لاعب تتحمل قيمة العقد أو يسمونه الشرط الجزائي. بمعنى أعطيك مثال، ترى مجرد مثال، ها مثال، فيتوريا في النصر الشرط الجزائي حقه كم؟ 7 مليون دولار. خلينا نقول زاد الضغوطات بوش على عبد الرحمن الحلافي، شيل فيتوريا. أوكي، هنا إدارة سويكت راح تتحمل 7 مليون دولار، يعني ميزانية النادي في رواتب موسم يمكن، لما تتكلم عن 7 مليون. لذلك أنا أقول الله يجزاهم بالخير، وكم مرة كررنا على هذه الطاولة قلنا للحد من يلا ود جيب استغني، لابد من وضع ضوابط مالية. أنا بسأل الأستاذ أحمد المصبيح، وهو اللي دايم من خلال برنامج كورة ينادي في عملية عدم فسخ عقود المدربين والاستقرار وإعطائهم الفرصة. في الحلقة الماضية معلمي الأستاذ أحمد يطالب بإقالة مدرب الأهلي وإقالة مدرب الشباب. أنا أقول مدرب الأهلي ليس المدرب المناسب، هذه وجهة نظر، ما قلت، ترى أنا أوجه قبل ما أتكلم قلت ما طالب منها عقد، أقول ليس المدرب اللي أشوفه هو ما يصنع القرار. أنا ما أصنع القرار، أنا أسأل ليش طالب فيه. أنا قلت ليس المدرب، لكن ما طالب منها عقده، اجتمعوا فيه طارق كيال استغل خبرتك الفنية اللي يسوي بالفريق الأهلاوي تخبيص. فأنا أقول ليس هذا المدرب، عنده تاريخ، عنده كذا، هي رؤى، لكني أنا لا ضد كمبدأ إنهاء العقد، لكن إذا وإحنا مدربين عندنا يا ماجد، يعني ينخلي يسوي اللي يبغاه، ينقيله يعني، قاعد يقول لك ناقش المدرب وراك ضدي انت عشان ما ضدك يا ما ضدك يا اخوي. ارجع للحلقه، اذا ما قال انه يجب انه يشال انا اشلني من ذا الكرسي. لا يا شباب ارجعوا لنا اياها بكره، انت معنا بكره؟ لا الحمد لله حرم راحه، اوف بعد بكره ما ابو جديد الحمد لله كل ابو حبي. شوف يمكن شوف انك تعطي اراء، يعني انت الان عندك 8-6 فرق كان مدربينها موسم كامل موجود معهم، أضيف عليهم فريقين اللي هم الباطن والقادسية.
تتكلم عن الرائد، خلينا نسأل سؤال، هل يستحقون البقاء ولا لا؟ من اللي احنا نشوفه لما تتكلم عن الرائد والمستوى الفني، فيصلي وشموسكا واللي قاعد يسويه، الشابي وأبها في أول صعود وثقة الإدارة والإبقاء عليه وقدم وبقى الفريق وكان في أمان مبكرا. تكلم عن النصر فيتوريا اللي قدم، الهلال رزفان وخالد العطوي في الاتفاق. لما تتكلم عن التجربة اللي سوتها أبها، أعتقد حثت الفرق الأخرى الصاعدة، لما تشوف الآن الباطن والقادسية، المناعي وقريدو البرتغالي أبقوا عليهم، عندك خمس فرق أخرى عندهم مدربين جدد، فتتكلم عن العين والأهلي والشباب والوحدة والتعاون، هذول مدربين جدد. فأصلاً مسألة أنه يلغي في أربع جولات صعبة شوي، بحكم أنه أنت أصلاً بين توقف الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي شهر واحد، لما تجي اللي لهم تقريباً من نصف الموسم الماضي مع الفرق اللي هم الفتح وضمك والاتحاد، لما تجي تشوف الآن اللي تم تغييرهم والقراءات من يستحق أن يبقى، لما جيت تكلم مثلاً، خلينا نتكلم إنه وجهة نظر أبو تركي فنياً على مدرب الأهلي، أنت الآن جيت في نهاية الموسم الماضي، الآسيوية كانت عندك حرية الفكر، أنت العمل الفني رجعت بداية الدوري، ما في ثبات على تشكيلة، ما في ثبات على طريقة، ما في ثبات على أسلوب، تشعر ان المدرب، شوف سي في حقه وانا من الناس اللي اشدت فيه كمدرب، لكن قراراتك على ارض الواقع غريبه، ما في ثبات على تشكيله، العناصر، الثقه، لما تجي تشوف واحد من 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 الاسماء الرائعه في المنتخب زي حسين القهوي خارج حساباته، فهنا تجي لقناعات المدرب فيه، لما تجي تشوف مدرب الشباب على سبيل المثال، طبعا ما نقدر نحكم عليه 100%، ولكن ممكن اروح شوي مع ابو تركي، استغنى عن قناعاته في مباراته الاخيره مع الفتح، بين الشوطين غير ثلاث لاعبين، غير أسلوبه بوجود ثلاث سناتر ولعب بالأربعة، حرر نص الملعب، أعطى حرية على الشق الهجومي، اختلف الشباب كليا. فهذا يعطيك مؤشر، لما أنت تكون عندك بعض السلبيات اللي موجودة على المدرب، خليني أقول لك قابلة للتعديل. بشكل عام ترى في نقطة أثارها أبو تركي، هي واحدة من أهم النقاط اللي حتساعد الإدارات، خليني أقول لك إجبارا، طيب، لأنه أنت حتتحمل أي لاعب، هي الأساس، هي الأساس في شرط، لا لا في شرط في شرط في لا لا في بعض الأندية المقتدرة ماليا حتغير، ما عندها مشكلة، لكن أنت الآن المراقبة الصرف 50 مليون ما تصرف فيها على قراراتك، تصرف فيها على المصروفات جديد. المالية الحالية اللي موجودة عندك، صحيح. رواتب، أمورك، التزاماتك الحالية، وهذا قرار جدا مهم للمرحلة القادمة، حتساعد الأندية بشكل كبير جدا. عيد معلش ما عندي وقت طويل في هالملف، في دقيقتين معلش، سامحني، طيب. مون عليك، شوف العام الماضي في ثالث جولة أقيل مدربين، مدرب الوحدة ومدرب الأهلي، الموسم هذا أنا أقول ما جت الإقالات إلى الآن، يعني لا نستبشر يعني بشكل كبير، ما نكون متفائلين، أي متفائلين، لأنه الإعداد ما كان شو اسمه طويل، فما في فرصة كثيرة، ويعني ماجد قال نقطة بدأها اللي هي مسألة الضوابط، الضوابط ما بدأت نتيجتها ولا هي السبب، لأن الضوابط ما طلعت إلا قبل أمس، لكن احنا لازم نؤكد عليها حقيقة، من أروع القرارات اللي صدرت من وزارة الرياضة لوقف الهدر المالي اللي كلنا تكلمنا عنه، يعني كان فيها نقاط كثيرة فعلا الهدر المالي، مسألة أنه فعلا 50 مليون هذه ما تقعد على قرارات كل خاطئة، تصرف توجيه الدعم، إيه تصرفها على قرارات خاطئة، تبغى تقيل مدرب الله يهينك ادفع، إيه ادفع، وتكلموا في نقطة أنه ما أبغى بكرة نظرا لكثرة القضايا يقول لك ليه توصل الاتحاد الدولي، ألغيت عقد الله يهينك تنقدها على طول، مو تخليه يروح يشتكي ولين ما أدري إيش وكذا، وأنا جاي أتدخل في الأخير قبل أي قبل ما القرار، لا ما تغادر الكرسي، أي لا لا، وأكدوا على المسؤولية التضامنية، حتى في أعضاء الشرف تكلموا فيها، قالوا والله يجي عضو شرف ويقول لك مثلا بجيب لكم اللاعب ده ب 12 مليون صح ولا لا، تمام، ويدفع الخمسة دي ويمشي، لا ما فيه، صحيح، يبي يدفع الله يهينا شيك كامل، عرفت، ويتحمل المسؤولية، صحيح. يعني ففعلا هذه القرارات أنا أعتقد تخلينا نستبشر خير في الموضوع، يعني فعلا شوف هذه الأشياء تحتاج وقت، يعني موسم موسمين بعدين حتلقى الجميع كذا ماشي في سيستم مع بعض، مو عارف يفكر قبل حتى يختار، ها مسألة شوف اللي من جد زي الموسم الماضي أجي بعد مباريتين مثل ما قال أبو تركي صح ولا لا، يلا نشيله، طيب أنت اللي مختاره، اخترته على أي أساس، الحين تفكر قبل يعني ألف مرة قبل أنك فعلا ذي، صح. في نقطة اللي تكلمتوا فيها بس على مسألة اللي هي نقاش المدربين، وهذا ما يمنع، أنا معكم في هالشيء تماما، وفي نقطة يعني بالذات لأنه تطرق فيها وهي حديث وسط الرياض، مسألة فيتوريا، أنا دائما هنا على الطاولة ضد إقالة فيتوريا، وأراه مدرب عظيم جدا جدا جدا، وأراه فعلا أفضل المدربين، لكن البعض اللي ولا كانت مني أنا يعني بعض الملاحظات، وفعلا ملاحظة صائبة، أنه فعلا يا إدارة النصر من راح يناقش فيتوريا،
ما هو موجود المتخصص أو ممارس الكرة القدم، يعني لا رئيس النادي، لا المشرف العام، لا حتى مدير الكرة. فأنت تحتاج فعلا من راح يناقش أيضا المدربين، لا بد أنه يكون فني. فاصل قصير بعدهم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة، وصلنا للختام. شكرا لكم جزيلا شباب، شكرا جزيلا لكم، وعدنا غدا 11:30 في أمان الله.